الآن لدينا فهم أساسي لماهية النسبة. دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نعالج بعض المسائل المتقدمة. إذن لدي غرفة صف تحتوي على 55 طالب، 55 طالب، وأعلم أيضا أن نسبة الذكور إلى الإناث، نسبة الذكور سأكتبها بهذه الطريقة، الذكور إلى الإناث هي 4 إلى 7. ما أريد أن أعرفه هو كم عدد الإناث التي يجب أن أضيفهن، كم عدد الإناث التي يجب أن أضيفهن أو بحاجة لأن أضيفهن، بحاجة إلى أن أضيفهن حتى تصبح النسبة 1 إلى 2. واحد إلى اثنان، وهذه هي نسبة الذكور إلى الإناث. لم أقم بتبديل النسبة حتى الآن، لكن 4 ذكور لدي و7 إناث، وأريد أن أضيف بعض الإناث لكي تصبح النسبة 1 إلى 2. إذن كيف يمكن القيام بذلك؟ كانت النسبة، بالرجوع إلى النسبة الأولى، كانت النسبة هي 4 إلى 7. ربما أنها ستساعدنا لإيجاد عدد الذكور والإناث الذي لدينا الآن. إذن النسبة الحالية هي 4 إلى 7، أي أن نسبة الذكور إلى الإناث حتى الآن تساوي 4 إلى 7. هذا يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لكل، إذا قمت بجمع هذان فإن بين كل 11 طالب يوجد 4 ذكور و7 إناث. يوجد 4 ذكور و7 إناث. هذا ما توضحه هذه النسبة، تعطيني 11 طالب. أو يمكنك أن تقسم هذا الصف إلى عدة مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 11 طالب، 4 ذكور و7 إناث. بين كل 11 طالب يوجد 4 ذكور و7 إناث. الآن كم عدد المجموعات التي تتكون من 11 طالب؟ إذن يوجد لدينا 55 طالب كعدد إجمالي، ونقوم بتقسيمهم إلى مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 11 طالبا. إذن لدينا 11 طالبا. إذا قمنا بتقسيم على 11 طالب لكل مجموعة، 11 طالبا لكل مجموعة، فكم عدد المجموعات التي لدينا والتي تحتوي على 11 طالبا؟ إذن هذا يعني أن لدينا 5 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 11 طالبا. وقد فعلنا ذلك من قبل، كل مجموعة تحتوي على 4 ذكور و7 إناث. إذن لدينا 5 مجموعات، كل منهما تحتوي على 4 ذكور. إذن 5 ضرب 4 ما يساوي 20 ذكر. ولدينا 5 ضرب 7، لدينا 5 مجموعات، 5 ضرب 7 يساوي 35 أنثى. ونقوم بجمع الأعداد، 20 زائد 35 يساوي 55، وعشرون على 35 تساوي 4 على 7. لقد نجح كل هذا، هذا ما لدينا حتى الآن. الآن سوف نقوم بإضافة الإناث إلى غرفة الصف لكي نغير النسبة. دعونا نقوم بذلك. حتى الآن لدينا 20 ذكر، لدينا 20 ذكر، ولدينا 35 أنثى. لقد أوجدنا ذلك، وسأقوم بإضافة عدد من الإناث إلى غرفة الصف. سوف أضيف عدد من الإناث إلى غرفة الصف، وتصبح النسبة الجديدة بعد إضافة هذه الإناث إلى غرفة الصف، النسبة الجديدة تصبح 1 إلى 2، 1 إلى 2. إذن لدي معادلة بمجهول واحد، يمكن أن أجد قيمة جي هنا ذهنيا. يمكنك أن تقول 1 إلى 2 تكافئ ماذا؟ تكافئ 20 على 40. إذن يمكنك أن تقول أن جي تساوي 5. إذا أردت أن تقوم بحلها جبريا فيمكنك أن تضرب ضربا تبادليا وتحصل على 35 زائد جي تساوي 2 ضرب 20، أي ما يساوي 40، وهو ما قمنا به ذهنيا. لقد قلنا أن هذا يجب أن يساوي 40. إذا طرحت 35 من كلا الطرفين سأحصل على جي تساوي 5.
إذا أضفت 5 إناث إلى غرفة الصف سنحصل على 40 أنثى في الصف، ولدينا 20 ذكر، والنسبة هي 20 إلى 40، أي ما يساوي 2 إلى 4، وهذا ما يعادل 1 إلى 2.